أخبار اليوم. يرجع كبير وقوي. مهرجان إسماعيلية السنة دي هيقدم فيلم افتتاح مصري. كنا عايزين نعرف أكتر عنه. فيلم حارس جاف صيفا للمخرج شريف بنداري، وأنا كنت حاضر عرضه في كليرمون وشفت إنه هو يعني كاد أن يحصل الجائزة الكبرى بفرقتين أصوات حاجة كده كما علمت يعني. الحمد لله إحنا بنحلم بمهرجان كبير في الرجوع، وأعتقد إن إحنا على الطريق. بالنسبة للورش اللي هتبقى في المدارس تم التنسيق مع وزارة التربية، دي هتبقى في محافظة إسماعيلية بس ولا مش هتشمل باقي المحافظات؟ لا، باقي المحافظات البروتوكولات تانية احنا بنعملها مع وزارة التعليم، يعني هيتم التنسيق. طبعا في بعد كده شغل. هتبقى شامله رسوم متحركه بس ولا هتبقى؟ لا، هتبقى مجالات كتيره، واهم حاجه في اعداد النقد الفني والتذوق السينمائي. استاذ محمد عاطف، بنرحب بيك في باور اخبار اليوم، وبنبارك لك على المؤتمر الصحفي لمهرجان اسماعيليه دوره 18 بعد توقف لمده عامين. كنا عايزين نعرف اهم الافلام اللي هيتم عرضها، وهل يا ترى في افلام مصريه للشباب سواء من دارسين للسينما او خارج المجال الاكاديمي؟ بوجه عام اهم افلام هتعرض في المسابقه السنه دي، صعب ان اقول ان الفيلم بعين، وهو فيلم مهم، هي كلها افلام مهمه سواء في مستواها العالي حرفيا او في قضايا الانسانيه او الاجتماعيه اللي بتطرحها. فيعني ممكن نقول ان يعني على الكتالوج المهرجان في وقتها هيبقى بيساعد جمهور الافلام ان هو يختار الموضوع المحبب ليه اكتر، عشان يعني يخطط اولوياته الخاصة بالمشاهدة. مصر السنة دي عندها تمثيل قوي جدا سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف. يعني مصر ليها فيلمين من بين 9 أفلام بتنافس على جائزة الفيلم التسجيلي الطويل، هو فيلم توك توك إخراج روماني سعد، وفيلم هدية من الماضي إخراج كوثر يونس. في المسابقة الرواية القصيرة في فيلم بيمثل مصر، فيلم عين الحياة إخراج وفاء حسين. في مسابقة التحقيق بيمثل مصر فيلم نيرة عبد المنعم. في كمان عرض خاص لفيلم مصري هو ليلة حب إخراج حلمي نوح. فيلم مفتاح هو فيلم حارس جاف صيفا المخرج شريف البنداري. شريف البنداري طبعا مخرج مهم، أفلامه الأولى حازت على جوائز كتيرة في مهرجانات مهمة. الفيلم ده حارس جاف صيفا عرضه الأول كان في مهرجان دبي، وكان في إعجاب كبير ما بين الجمهور سواء بين الجمهور أو بين النقاد. محطة ثانية كانت في مهرجان كليمو فيرون في فرنسا. هو دلوقتي في نفس التوقيت بيشارك في مهرجانين مهمين في أوروبا، ومحطته الجاية في مصر العرض الأول ليه في افتتاح مهرجان إسماعيلية. مهرجان إسماعيلية مهرجان الأفلام التسجيلية والأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، إزاي نخليه جاذب أكتر سواء نوعيات مختلفة من المشاهدين؟ هو أهم عناصر الجذب في المهرجان السينمائي من يعني نوعيته لها علاقة بالأفلام القصير أو بالتسجيلي، باعتبار إن يعني ما بيبقاش جمهور الأفلام التحريك والأفلام القصيرة والتسجيلية أقل بكتير من جمهور السينما الروائية الطويلة. فبيبقى رهانه الأساسي على جودة الأفلام، جرأة المواضيع وقوتها وعمق تناولها، ده رهان الأساسي، رهان الأفلام. رهان آخر هو رهان الالتحام بالناس وبشباب المكان عن طريق عقد ورش تدريبية. فبالفعل في ورش لتعليم الرسوم المتحركة، في ورشة لتعليم بدء التصوير السينمائي، في ورشة للتذوق والنقد السينمائي.